إذا قلت لكم إنه رجل من الكرك، ستتصورون رجلاً أردنياً نموذجياً أسمر اللون، عربي اللسان، يلبس العقال، أو ربما له شنب مثلاً. كل ذلك لا ينطبق عليه، إنه رجل فخور بأنه من أبناء الكرك، يتكلم اللهجة المحلية ويعرف كل العشائر في المنطقة. إنه من النرويج واسمه إيرلينغ آسن. مرحبا يا أردن، بتحب الكرك بتحط لايك ها؟ فبطني الأم هي بستان، فيعني أم كرك هي عن جد بستان، فيها مجالي، فيها تراونة، فيها مقايتة، فيها باشنة، فيها حوماي الصوب، فيها أدايلة، يعني في مدنات، في حلسة، في سنة، يعني فيها كثير، وكلنا مع بعض الحمد لله. ترندينغ تواصل مع إيرلينغ الذي يعمل في منظمات إنسانية منذ عام 2013، وسألناه ما الذي يجعله ينشر يومياته. أولا بحكي عن إشي اللي صار معي وممكن خلط، والناس كمان أنا بحب اللغة العربية وأنا بحب الناس هون، يعني والناس ما بعرف بالضبط ليش هم بيحب الفيديوهات، يعني فما أقدر أجاوب 100% في الهاي. هذا أنت ممكن لازم تسأل الناس اللي بيشوف الفيديوهات. الكثير من متابعيه يعجبون بقدرته على تعلم اللهجة الأردنية، وسكان الكرك باتوا يعرفونه. هلا بالخميس، هلا هلا بالخميس، هلا بالخميس.